أعلنت وسائل إعلام يمنية رسمية صباح اليوم عن وفاة الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر وهو عضو في مجلس النواب اليمني منذ آخر انتخابات جرت في العام 2003 في اليمن وتم الكشف عن سبب وفاة الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر والذي يعد من أبرز أولاد الشيخ الراحل عبد الله بن حسين الأحمر حيث أسس في العام 2007 مجلس التضامن الوطني الذي ضم عدة شخصيات برلمانية وقبلية وسياسية وشكل نبأ وفاة الشيخ حسين بن عبد الله الاحمر صدمة كبيرة لدى أوساط يمنية كثيرة والتي عبرت من خلال مواقع التواصل الاجتماعي التي طالبت بضرورة الكشف عن سبب وفاة الشيخ حسين بن عبد الله الاحمر خاصة في ظل حالة الضبابية في مكان وفاته وقالت عدد من مواقع الإعلامية اليمنية ان الشيخ حسين بن عبد الله توفي في العاصمة القطرية الدوحة فيما قالت اخرى انه توفي في تركيا فيما ذهب عدد اخر للقول انه توفي في جورجيا ونقلت تلك الواقع عن مصادر عائلية قولها إن سبب وفاة الشيخ حسين بن عبد الله الأحمر يعود لتعرضه لأزمة قلبية ألمت به خلال الساعات القليلة الماضية وادت إلى وفاته على الفور وشكك محامي بارز الاثنين في قضية وفاة أبرز أبناء عبد الله بن حسين الأحمر في العاصمة التركية أو القطرية بظروف غامضة، ودعا محمد علاء المحسوب على جناح صالح في إلى فتح تحقيق دولي بملابسات وفاة حسين الأحمر مرجحا تصفيته، ويرأس الشيخ حسين عبد الله الأحمر أحد الأحزاب اليمنية وعرف خلال السنوات الأخيرة بتواصله مع قيادات بارزة في حركة أنصار الله أبرزهم وزير الشباب حسن زيد كما أنه اتخذ من قطر خلال السنوات الماضية مقر لإقامته وقاد وساطات بين شقيقه الأكبر ومن يصفهم بالحوثيين من هناك وبعث رئيس الهيئة العليا للتجمع اليمن لإصلاح محمد عبد الله بقية عزا ومواساة إلى الشيخ صادق بن عبد الله الأحمر عود مجلس شورى الإصلاح مستشار رئيس الجمهورية ورئيس حزب التضامن الوطني كما عبر يودومي عن تعازيه لأبناء الفقيد الراحل الذي وافاه الأجل إثر عارض مرضي مؤكدا أن الوطن مني بخسارة لرحيله شخصية فذة هي امتداد لتاريخ آل أحمر في النضال الوطني